السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن تفسير الأحلام الغريبة التي تعبر عن حالتك النفسية. في أحلام بتعبر عن حالة الرأي في الحقيقة. أتكلم عن 4 أحلام، وطبعا الكلام بصفة عامة. أول حلم أو أول رؤية، قضية السقوط من مكان مرتفع، وطبعا السقوط من الأحلام الشائعة كتير من الناس بيشوفوها. وهذه الرؤى التي تخص السقوط من مكان مرتفع ترمز إلى شعورك بالخوف في الحياة الحقيقية، إذ يدل السقوط من مكان مرتفع على أنك للأسف الشديد قد تجد موقفا صعبا في حياتك، وأنت بحاجة إلى اتخاذ القرار أو التخلي عن بعض الأشياء أو الاسترخاء أو إلى آخره. فقضية السقوط من مكان مرتفع بتعبر عن حالة الرأي النفسية. 2، قضية المطاردة والخوف، ورؤية المطاردة من الأحلام الغريبة والمخيفة والمشهورة، والتي تسبب التوتر، وأحيانا من الممكن يصاحبها تسارع في ضربات القلب. هذه المنامات أو هذه الأحلام تعتبر أحلام نفسية تعبر عن حالة الرأي النفسية، لكن المفسرين بيتفقوا على أن هذه الأحلام تشير إلى محاولاتك للابتعاد والهروب من أمر مزعج. في حين إن حتى يعني سبحان الله بذكر لكم كمان علماء النفس، في حين إن حتى علماء النفس بيقولوا إن حلم المطاردة يعبر عن رغبتك في الهروب من بعض مخاوفك أو حتى مشاعرك المكبوتة. طيب 3، قضية الاختناق. الاختناق، أيوة، إن أشوف إن أنا حد بيخنوني أو إن أنا مخنوق، وهذه الرؤية يعني مرتبطة بالعقل اللاوعي، وتعبر أيضا عن حالتك النفسية. يعني أنت مثلا لو شفت إن في شخص بيخنقك وأنت في المنام تجد صعوبة في التنفس، ده بيدل على إيه؟ بيدل على إن أنت لا تحصل على مساحة كافية لإثبات شخصيتك وسط المجتمع اللي أنت بتعيش فيه، وبتحس بالشعور إن أنت مقيد نفسيا. 4، ودي الأخيرة، الشعور بالشلل، طبعا ده في المنام، ودي من الكوابيس أو من الأحلام المتكررة. وطبعا مش المقصود إنها كابوس، إنها مش رؤية، لا، يعني دي بتكون بمثابة كابوس، إن أنت مشلول. طب دي بتدل على إيه؟ بتدل على العجز التام عن الحركة بصفة عامة في الحياة، وإن أنت عندك رغبة شديدة في الخروج من حالة التقيد، وده شعور مزعج للأسف الشديد. وقد يحدث أحيانا شلل في النوم، حتى إن العلماء المعاصرين النهاردة قالوا إن الإنسان ممكن يحدث له بعد الاستيقاظ شلل لمدة دقائق بعد الاستيقاظ، وده اللي بيسموه شلل النوم. وده بيقولوا يعني ما تخافوش، ده 3-4 دقايق والجسم هيرجع لطبيعته. فدي أحلام تدل على الحالة النفسية للرأي السيئة، ومع شديد الأسف. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.